هو إلا فرحة التتويج بالناموس والانتصار، حيث يأتي الأخوة الفائزون في هذه الأمسية بالتوافد على المنصة الرئيسية لاستلام والتتويج بهذه الكؤوس وكأس المواهب، والفائزة بها ميرة لمالكها محمد بن عتيج المقعودي. يأتي هنا كينج الهباب تتويج بهذه اللحظات، هنا محمد بن عتيج المقعودي وأنجاله مايد وحمدان وكذلك الأشقاء والأخت تتويج بهذه اللحظات، هنا محمد بن عتيج المقعودي وأنجاله مايد وحمدان وكذلك الأشقاء والأخوة وسعيد بن عتيج المقعودي في فرحة التتويج بفوز أميرة بهذا الكأس. مايد تهانينا والناموس يا أبو مايد، وسلام لأهالي الهباب، سلام على ما قدموا في ميدان السباق. هنا مايد بن محمد مايد تهانينا والناموس يا أبو مايد، وسلام لأهالي الهباب، سلام على ما قدموا في ميدان السباق. هنا مايد بن محمد بن عتيج المقعودي فرحا بما قدمته أميرة في الانتصارات والنواميس، كذلك حمدان بن محمد بن عتيج المقعودي فرحين بهذا الكأس، كأس الحقائق المفتوح حيث انتزعوا وهدوا لأهالي الهباب كافة. تهانينا كذلك لعتيج المقعودي من خلال الانتصارات، أبو أحمد يستاهل الناموس والتتويج، وفرحة كبيرة بالفعل مع شباب الهباب في فرحة التتويج بالانتصار في هذا اليوم المبارك، حيث انطلاقات المرموم وانطلاقاتها في أول كؤوسها وأول رموزها. سعيد بن عتيج المقعودي فرحا كذلك بكأس أميرة، بينما يأتي الدور على متعب وسلالة متعب الصغير، ويأتي سيف بن علي بن كليب ممثل المدام. سلام وتحية لهذا الشعار ولمالك هذا الشعار، الفوز ببندقية القعدان. تهانينا والناموس بو محمد على هذا الانتصار، وما قام سلام، والسلام كذلك لأهالي الهباب، وسلام حيث يأتي سيف بن كليب بالسلامات والتحديات والانتصارات، شيء جميل وفاخر من خلال انطلاقة هذه الأشواط الرئيسية والرسمية في ميدان المرموم، وهنا كذلك بندقية المواهب الذي قدم من خلالها متعب التوقيت الأفضل في هذا المساء في 5 دقائق و40 ثانية وجزء من الثانية. تهانينا يا أبو محمد، تهانينا يا كذلك أبو عبد العزيز وأبو سعود على هذا الانتصار الجميل مع شعار بن كليب، شعار أبدا لا يغيب عن رموز الختاميات. بينما نذهب إلى كأس الإنتاج، ويأتي هنا شعار صعب المضمرين وإنتاج محمية سكاي دايف وشعار سعادة محمد بن سلطان بن مرخان، وهنا يأتي الشبل عبيد بن محمد بن مرخان ليتوج بهذه الكأس، وكذلك سعيد بن راشد بن مرخان في هذا الملتقى بتتويجهم في هذه الانطلاقات. راشد بن سعيد بن مرخان أيضا فرحا بناموس صعب المضمنين وبناموس عبيد بن محمد بن مرخان، حيث قد بن مرخان أيضا فرحا بناموس صعب المضمنين وبناموس عبيد بن محمد بن مرخان، حيث قد دايف تهانينا والناموس للمضمر عبد الله الغفيلي. بينما شوط الجعدان يأتي من خاي دايف تهانينا والناموس للمضمر عبد الله الغفيلي. بينما شوط الجعدان يأتي من خام إلى هالي الهيار سلام، هنا سعيد بن خيلة يستلم إلى هالي الهيار سلام، هنا سعيد بن خيلة يستلم هذه الكأس، هنا محمد كذلك بن نابت بن خيلة والأخوة الأشقاء والزملاء والأبناء في عزبة بن خيلة فرحين بناموس الإنتاج، حيث قدم مسعف شوط مميز وإنتاج بلا شك كبير في زاوية الإنتاج الكبرى في منصات التتويج. بندقية مسعف تهابت بن خيلة العامري على هذا الفوز والانتصار. شكرا نادي دبي لسباقات الهجن، شكرا اللجنة المنظمة تهابت بن خيلة العامري على هذا الفوز والانتصار، شكرا نادي دبي.